فاز فريق رجال تنس الطاولة بنادي الزمالك على دسوق بالجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز بنتيجة 3 أشواط نظيفة في المباراة اللي جمعت ما بينهم وأقيمت يوم الجمعة بصالة النادي، وشارك فيها من تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من أحمد أشرف، سيد رمضان، كريم العراقي. يذكر أن الفريق فاز في الجولات الأولى والثانية والثالثة من الدوري على كل من أهل فقوس والإعلاميين وأخيرا الزهور.